معانا عبر الهاتف دكتور محمود غيث، رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد. اهلا بسعد. دكتور لو حضرتك توضح لنا بشكل علمي اولا ما تعني كلمه المدينه الذكيه؟ الحقيقه هذا المفهوم هو مفهوم قديم جدا اقدم مما نتصور. مع نشاه علوم التخطيط العمراني وعلوم المستقبل بدأنا نبقى في احتياج كبير جدا لقواعد كبيرة من المعلومات، وأيضا كان عملية بناء تصور للمستقبل، لأن الخطة يعني مواجهة لاحتياجات مستقبلية، إذا كلها توقعات مبنية على الأرقام. فمنذ بدء هذه التطبيقات، تطبيقات التخطيط، ونحن كل المتغير الوحيد هو حصولنا على أداة تسهل وتيسر التعامل مع البيانات الكبيرة. التخطيط بيتناول كل أنواع المعلومات وكل مجالات الحياة، فكان بنقابله بمبادئ هي نفسها الآن، المبادئ التي تحكمنا في التخطيط هي نفسها المبادئ التي ظهرت مع نشأة هذا العلم الذي يتناول المستقبل وقضاياه. كانت الإشكالية كيف نسيطر، كيف نجدد المعلومات، كيف نستطيع أن نلم بالعوامل المؤثرة في هذا العمل الذي يتناول كل مجالات الحياة. ولكم حضرتكم التصور على مدى اتساع مجالات الحياة، الاقتصاد والاجتماع وكل العوامل التي تؤثر في صياغة الحياة. كل التخصصات بيتم الحصول على قواعد المعلومات. طبعا في الماضي كانت هذه القواعد والحصول عليها في صعوبة في جمع المعلومة، في صعوبة في تحليل هذه المعلومات، هذا الكم. فمع زيادة الأحجام، أحجام المعلومات وأحجام السكان وأحجام المتطلبات، أصبح في قصور في كفاءة المخططات. الآن الحقيقة نحن بنعيش عصر ذهبي بالنسبة لأعمال التخطيط وتخطيط المدن بالذات، يعني توفرت عندنا أداة كأنها أداة سحرية هي المدن الذكية. دكتور مع وجود هذه الأداة هناك تحديات، يعني تحديات هذه المدن لدخول عالم الاقتصاد الرقمي، واللي أعتقد مسألة مطروحة بشكل كبير جدا. أنا سعيد إن حضرتك قلت التحديات، ويقابل التحديات ما هي ضرورة التعامل بمفهوم المدينة الذكية. هي ضرورة مع تحول العالم بنسبة عالية جدا. احنا في سنة 50 يبقى عندنا بعض المجتمعات من 80% إلى 100%، يعني في الخليج هيكون من 80 إلى 100% من السكان حضر. ومعنى حضر يعني مدن، يعني وظائف معقدة، وظيفات عديدة، عمرانية عديدة، وأحجام سكانية عديدة، وبيانات ضخمة جدا. فمع ظهور البيانات الضخمة جدا المطلوب الحصول عليها، ومع ظهور الأحجام الكبيرة وفي التحول إلى الواقع الحضري المدني الذي هو بطبيعته يشمل كل مجالات الحياة في أعلى صورها، أصبح فعلا القصور الواضح أن توجد هذه الأداة السحرية اللي هي طرق جمع وتبادل المعلومات واستيعاب المتغيرات وتحليلها وإسقاطها على الواقع في صورة خدمات وأنشطة وإسكان كل مجالات الحياة. طبعا العملية دي كانت بتكون تحدي كبير جدا، بيلزمه أعداد كبيرة جدا من الناس. صحيح. إحنا الآن حضرتك عندنا الناس عندها مفهوم بسيط جدا، إن المدينة الذكية يعني تطبيقات تكنولوجية ونظم اتصالات. الحقيقة ده وجه يعني بسيط جدا طبعا، لكن هو بيبدأ معانا ويسهل معانا أولا من أول إعداد الخطة لتنفيذ الخطة لإدارة الخطة. فالثلاث مراحل الكبيرة دي كل مرحلة فيها لها استخدامات كثيرة وعديدة. احنا عند إعداد الخطة أصبح الآن عندنا تيسير كبير، أن قاعدة المعلومات التي نرتكز عليها أصبحت متاحة وبشكل كفء، تقدم لنا كافة المعلومات والمتغيرات، وأصبح تحليل هذه المعلومات والوصول إلى نتائج
بل إلى عديد من البدائل التخطيطية التي كنا لا نحلم بها مع وجود هذه الأدوات التكنولوجية التي تستطيع أن تقدم لنا سيناريوهات عديدة في وقت قصير مع نفس قاعدة المعلومات التي كنا نتعامل معها. دكتور محمود عفوا عشان برضو صورة تقرب لينا، هي المدن الذكية دي عاملة زي ايه بالظبط؟ يعني ايه عندهم مدينة ذكية فاحنا المفروض نبقى زيهم؟ هل زي ما بتطلع في الافلام وحد بيدخل يعمل كده، النور ينور يعمل كده، التلفزيون يشتغل يعمل حاجة في الهواء، يعني موشن معين او كده، جستشرز يعني؟ لا ابدا ابدا. والله الحدوتة دي الطريقة دي الانبهار مع بعض الأعمال الاختراعات البسيطة التي هي في الأصل بسيطة بتصرفنا عن جوهر الموضوع. يعني احنا دلوقتي هو المجتمع ده كان بيتكلم عليه، ده هو مجتمع مدني، هو شبكات، هو تطبيقات، هو تحليلات. البروسيس دي كمنطق موجود، لكن هو مش ضغط الزر إطلاقا، ده هو في قضايا كبيرة جدا. احنا المجتمع المدني، الناس هم أداة هذه العمل. في مؤشرين اثنين يخلونا نحس بالذكاء ونحس بكل الكلام والخصائص الجميلة اللي بنقراها دي، اللي هو أنا بحس إن حياتي ميسرة، حياتي عند التنقل، عند السكنة. ميسرة إزاي؟ في التنقل إزاي؟ هذه الحقيقة ما لهاش معادلة واحدة. كيف أشعر أن التنقل ميسر؟ هل في السرعة؟ هل في الأمان؟ هل في تعدد الوسائل؟ هل في سرعة الوصول؟ أيضا أنا لما بجد نفسي في المنزل أستطيع أن أقوم بعملي عن بعد، والمفهوم الذكي ده ظهر مع هذا المفهوم، أن أنا أستطيع أن أقوم بعملي عن بعد. والفكرة دي من سنة 2000، وأمريكا تراودنا كده وتطرح علينا فكرة أن مستهدف 25% من الناس يقدر يشتغل هو في البيت. كلنا لغاية النهاردة بنحلم كده وسعداء الآن دلوقتي في ظروف الأوبئة أن احنا بنقدر نشتغل من البيت. هو ده البداية الحقيقية فعلا، العملية اللي أشعرتنا أن البيت ده بيت جيد، وطورنا بنقول عليه بيت ذكي. البيت الذكي هيوفر الراحة، جودة الحياة، الاستدامة، كل الكلام الحلو ده. لكن في أشياء عملية، واحد أقوم من البيت أجد الخدمات ميسرة، أجد أن أنا أستطيع أن أنجز عملي وأنا في مكاني هذا. المؤشرين دول حقيقة خلونا نتجه ونتحمس جدا ان مفاهيم بقى سلوك الاتصال وقواعد المعلومات بتقدر توفر لي، استطيع ان اعمل عن بعد، استطيع ان احصل على المزيد من الخدمات بجوده افضل. هي كلها عمليه تيسير الحياه. انا اذا صحيت من النوم ما قدرتش اوصل بسرعه، بحس ان الحياه يعني فيها مشاكل، ومشاكل كبيره جدا. فالتفاصيل اليوميه خلتنا نسعى الى تيسير هذا العمل. احنا دلوقتي لما بنشوف الصوره، انا الحقيقه ضد فكره اللي هي السطحيه قوي، لان انفصال ده عن الفرد واحتياجاته هتختلف من مجتمع الى اخر، وتختلف وتلبيه احتياج هذا الانسان هيختلف من المستوى الثقافي والمعرفي الذي لدى هؤلاء السكان، لان هذا ممكن ينقلب الى عيب في التطبيقات الذكية. صحيح دكتور، بس هو النقطة طبعا لازم نأكد عليها أن المسألة مش مرتبطة فقط بحياة ميسرة أو فكرة رفاهية للبعض ممكن يقرأها وإحنا نتكلم عن المدن الذكية، بقدر منها لا، في احتياجات قائمة وحتمية، وأن مستقبلا هيبقى في نوع من الحتمية في تطبيق المدن الذكية في بعض الأحيان. وشفنا طبعا ده مع جائحة كورونا في كثير من المدن بره، أن إزاي استخدامهم للسمارت هوم أو البيت الذكي أو المدينة الذكية ساهم بشكل كبير جدا في تعالج أو معالجة كثير من المشاكل المرتبطة بمرضى الكورونا. بشكرك يا دكتور محمود، شكرا جزيلا جدا على هذا الطرح. شرفتني يا فندم.